إذا اختلفت مع أخ أو قريب أو صديق أو زميل عمل أو جار وتخاصمت معه فلا تفكر أن تضره أو حتى تمسه بشيء، فقط فكر في يوم من الأيام أنك كنت عزيزا عليه. نحن بين رحلة غياب وبين رحلة حضور، وبين مبروك ما جاك وأحسن الله عزاك. من هنا تعرف أن الدنيا محطة عبور وأنها لا تساوي جناح بعوضة. فلا تسرق فرحة أحد ولا تقهر قلب أحد. أعمارنا قصيرة وفي قبورنا نحتاج من يدعو لنا لا علينا. ستدفن مهما كانت قيمتك وستنسى مهما بلغت مكانتك. لذلك اصنع أثرا جميلا بحسن خلق. عودوا أنفسكم أن تكون أيامكم احترام وإنسانية وإحسان وتفاهم وتسامح، حياة صافية، فالبصمة الجميلة تبقى وإن غاب صاحبها.